مشاهدينا في كل مكان في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. معكم فارس عوض للتعليق على مجريات اللقاء. واليوم لدينا مباراة ضمن منافسات دور المجموعات. ولا نتحمس أكثر لهذه المباراة مع الحماس الموجود في كل مكان في الملعب. من المهم جدا الثبات على المستوى في دور المجموعات وعدم إهدار النقاط، لأن ليس هناك فرص كثيرة للتعويض، ولا بد أن تكون مدركا لقيمة كل مباراة ونقاطها، لأن في النهاية جمع هذه النقاط يفيد في الاستمرار في البطولة. التوغل الهجومي يعطي الفريق العديد من الحلول. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تقدم سليم من حارس المرمى للإمساك بالكرة على الرغم من الضغوطات. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. فرصة للتسجيل. ركنية وفرصة لكسر حالة التعادل بين الفريقين. كرة للتسديد الآن. تسديدة رائعة لكنها ذهبت ومرت بجوار القائم. لوك شو. هاري ماغواير. بينينغهام. واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. هلا مع فودن. والكلمة الأولى هنا لحارس المرمى. مراوغة ممتازة هنا. تدخل مثالي في داخل ال 18. تأتي الآن صفرة نهاية شوط المباراة الأول. يبدأ مشاهدينا شوط المباراة الثاني. التعادل هنا بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. ويخرج حارس المرمى تحت الضغط ويمسك بالكرة. هاري ماغواير. ملعوبة إلى ستونز. ملعوبة إلى كايل ووكر. ساكا. غالاغر. بنجامين فيربيتش. توغل هجومي هنا وهناك العديد من الخيارات. دفاع حديدي خلص الكرة وأوقف المحاولة. تحول في السيطرة على الكرة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. وصول الدعم من الزملاء في هذا التوقيت. مستحيلة هذه الكرة، ماذا أضاع؟ فرصة كانت سهلة جدا من مسافة قريبة جدا. افتقد للفاعلية أمام المرمى في استغلال هذه الفرصة السهلة. هاري كين. تمريرة لا تصل وتخرج إلى رمية تماس. تسع دقائق ويطلق حكم المباراة صفرة نهاية اللقاء. محاولة هجومية لتحقيق الانتصار في الوقت القاتل من هذا اللقاء.
التقدم في المباراة. أوهو. الكرة ترتد من العارضة، تمنعها من دخول الشباك. أوهو. تصدي ممتاز. انتهت المباراة الآن، التعادل هو السيد الموقف في النهاية. كان في آمال كبيرة قبل المباراة، الكل كانت عينه على الفوز فيها.